قتل 14 شخصا في حادث تصادم قطارين في جنوب بولندا حسب ما أعلنت مصادر في وزارة الداخلية البولندية. وبحسب المعلومات الواردة من مصلحة سكك الحديد، فإن حوالي 350 شخصا كانوا على متن القطارين لحظة التصادم الذي أرجعت أسبابه إلى سير القطارين على سكة الحديد نفسها. إنه حادث مأساوي في تاريخ سكك الحديد البولندية. Najtragiczniejsza katastrofa kolejowa w naszej historii. وبقيت فرق الإنقاذ متواجدة في مكان الحادث حتى ساعات الصباح الأولى في محاولة لإنقاذ بعض الركاب العالقين داخل القطارين، حيث يشارك أكثر من 400 رجل إطفاء و100 شرطي في عمليات الإنقاذ والتحقيق في أسباب هذا الحادث.